طلع الاسمنت هلا لو عم يقرا هلا انا كنت عم بحكي فيها عن عقوبه يعني عن 150,000 دولار 150 محسوبه على ورقه والقلم حتى نحن بس الله شفنا للبين هذا اللي قاعد فيه الاستاذ وشيء اثنين اثنين ثلاث غرف حبوا على الله والله شو بدي بس هذا كل شيء بس انا بعد قال لي شوف شو هي اللي بتعمل كده.